وانت قلتها، قلت لك انا في اجتماع لزبون امام اوروبا كلها قلت بان نحن مجتمع اسلامي، حتى المسؤولين العرب الاخرين ما قدروش يقولوا، قلت انا اوروبا كلها، والا كان قلنا لهم غتحصروا لنا الدعم بهذا السبب اننا عندنا القناعات انا سيدي غنتنازل على ذاك الدعم. السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع ديالنا اليوم هو المثليه في المغرب. كيف ما شفتوا وزير العدل كيفاش دوى على المثليه بصفته ان موضوع مهم ولا مشار ليه في اي حاجه في جميع المجالس. المثليه في مباريات كره القدم، فمثلا في مونديال قطر كانت مرفوعه بعض الاعلام في المثليه، رغم ان هذا المونديال قصى المثليه منه، وقال انه جميع الدول فالجمهور ديالها غادي يكون معرض لانه يؤدي واحد الغرامات ماليه تقدر تولي حتى الحبس الى القاوة عالم المثليه من شور، ولا عالم المثليه في مدرجات مع الجمهور وكيشجعوا اللعابه. ما علينا، المثليه في المغرب اللي تشوفها تقدر تشوفها عاديه من بعد ما الى دوينا ولا رجعنا للتاريخ قبل، فكانت المثليه شي حاجه ما كايناش، شي حاجه مستحيل انك تسمع مثليه ولا تسمع عالم المثله. فهذا الشيء الإخوان ولي العجب ولا أمر عادي. فمثلا في الدار البيضاء الناس خرجوا حسب صحيفة هيسبريس، والناس اللي مشوا تما وصوروا على أن الناس خرجوا كيتبعوا ولا كيحاولوا أنهم يدافعوا على حقوق المثلية بواحد الرأي اللي كتحمل العالم المثلية بجبدة قدا قداش، والناس عادي والناس كتشوف وكتفرج. وفي تيك توك الإخوان بلا ما نجبد هذا البلان، فالتيك توك عامر بهذ البارات ديال المثلية وديال الناس كيتبعوا بالنساء. هذا الشيء خويا عامر الإخوان، انا ضرني في راسي وقلت علاش ما نديرش لكم هذا الفيديو باش نبين لكم شويه الناس كيفاش كيفكروا، ولا الناس شنو الراي ديالها في هذه المثليه اللي ولات كتنتشر. السم ولا كيدخل الاخوان وحضروا الابناء ديالكم، فولا واحد البرامج كرتونيه كتحت على المثليه لدرجه انهم كيحاولوا انهم يخلقوا واحد العلاقات ما بين الذكر والذكر، يخلقوا واحد العلاقات ديال الحنين كيفاش كيتكلموا، لدرجه انه في بعض الافلام والعياذ بالله ولاو الازواج على شكل ذكر مع ذكر وانثى مع انثى. وكذلك الاخوان سيما، فمثلا واحد الفيلم اللي خرجته زوجة نبيل عيوش واللي حظى بواحد المشاهده كبيره وارتفعت المشاهده ديالو، علاش انه فيه بعض المشاهد مثليه. فزوجة نبيل عيوش خدت بزاف ديال الجوائز باش انها دارت لنا هذا الفيلم، واللي العجب الناس كتفرج في هذا الشيء وكتبع هذا الشيء. علاش؟ لانهم لقاو موضوع المثليه الجنسيه وموضوع الغرائز، موضوع الشهوه ديال الشعب، لقاوها باش انهم يحقوا بها النجاح. فمثلا ملي كيديروا واحد الفيلم مخل بالحياء، مثلا على شكل سبيل المثال مثلا فيلم نبيل عيوش اللي بلا ما نذكر الاسم ديالو فالمعظم ديالكم يكون عارفو، هذا الفيلم اللي حقق واحد العائدات كتجاوز 2 مليار دولار، وللاسف من العائدات ديال الارباح ديال هذا الفيلم، لدرجه انهم كيعطوش الممثلين بزاف ديال الاموال ولكن كيبقى لهم غير الفلوس كثيره، لانه الاعلانات كتدخل فيه وكيدخلوا فيه مجموعه من الافكار السامه اللي كتلوث الافكار ديال ولادنا وكتلوث حتى الافكار ديال الناس اللي باقيين يلا طالعين جينيراسيون نوفيل جينيراسيون، فانهم كيمرضوا بهاد الافكار الجديده وكتولت بان لهم عاديه. فمثلا انا ما ذكرت لك على المثليه ولا المثليه كموضوع في الاول جاك عادي جدا، علاش؟ انك سمعتيه ديجا سمعتيه. فهادشي هما اللي بغاو انهم يروجوا لك المثليه على شكل افلام امريكيه، افلام مغربيه، افلام بجميع لغاتها، كرتون او افلام اطفال الصغار او برامج. فهادشي اللي جا لك انت يا عادي من بعد ما في السنين اللي قبل كان كيجيك امر مستحيل ولا امر ما عمرك شي نهار سمعتيه. فالاخوان نبغي نذكركم بانكم الا ما كنتوش مشتركين معايا في لاشين اشتركوا باش يوصلكم موضوعات جديده وقضايا يوميه نتوما الاولين في هاد لاشين، وفعلوا لايك وكذلك كومونتير علاش ان القناه مهدده باش انها تمشي، والدراري والدريات تهلاو في فيديو جديد مره اخرى.